السيد بول أمرسون مدير فرقة سيتي دانس من واشنطن من الولايات المتحدة، اللي حتحيي النيلي بالاشتراك مع راقصين من فرقة السعودية حفل الافتتاح، والسيد خالد عليا مدير المهرجان والمدير التنفيذي لسرية رام الله الأولى، ونرحب بالسيدة فاتن فرحات المسؤولة الثقافة مديرة الدائرة الثقافية. المهرجان ينقل صورة حضرية عن هذا الشعب الفلسطيني. هنا أود أن أشكر أعضاء السرية، لجان العاملة، لجنة المهرجان والمتطوعين. السنة هاي راح تكون معنا في افتتاح عملها الجديد، راح تكون افتتاح العالمي ضمن مهرجانات شبكة مساحات. طبعا المشاركة العربية هي مشاركة مهمة في المهرجان من خلال فرقة نوال اسكندراني من تونس، اللي راح تقدم عرض ورقة الزيتون. Love when she shoots fly away. She got a black dress on.